السلام الله عليكم، معكم رضا مقام كورافانس. اذا لقاء المغرب وباراغواي ينتهي بلا غالب ولا مغلوب، التعادل السلبي صفر لمثله، نتيجه تعتبر لا باس بها بحكم لان لقاء اليوم الثاني لوليد الركراكي كمدرب للمنتخب الوطني المغربي. اليوم ما شفناش نفس المستوى الكبير اللي شفناه من اللاعبين ديالنا كيف ما اللقاء الاول ضد منتخب الشيلي، وهذه المساله راجعه للعديد من العوامل ابرزها العامل البدني اللي كان عنده واحد الدور في لقاء اليوم. يعني اليوم الركراكي اعتمد بنسبة 90% على نفس التشكيل اللي شفناه ضد منتخب الشيلي باستثناء جوج التغييرات، حارث اللي دخل مكان اللاعب املاح وريان ماي اللي عوض النصيري. والركراكي كان قالها قبل في المؤتمر الصحفي، قال على انه باغي يعتمد على نفس المجموعة باش يشوف واش المستوى اللي قدموه اللاعبين في اللقاء الاول مجرد صدفة ولا هذا هو المستوى الحقيقي ديال اللاعبين. وكان عارفوا ايضا على ان في كأس العالم كل 3 ايام عندك لقاء، وهذه المساله كتطلب حضور ذهني، كتطلب حضور بدني، وايضا كتطلب تضحيات داخل ارضيه الملعب. نزيدوا عليها مساله اخرى، اليوم واجهنا منتخب منظم، منتخب ديال باراغواي منتخب قوي كيعتمد على الدفاع البدني الضغط العالي، وما عطاش فرصه للاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي باش يلعبوا باريحيه. نزيدوا عليها ايضا شيء اخر، المستوى الكبير اللي ظهر به المنتخب الوطني المغربي في اللقاء الاول وانتصاره على الشيلي بهدفين لصفر خلات المنتخب ديال باراغواي يدير ألف حساب للمنتخب المغربي. يعني شفنا اليوم على ان المدرب ديال منتخب باراغواي قرا مزيان المنتخب المغربي، يعني مفاتيح اللاعب كلهم سدهم، ضغط على اللاعبين وما خلاهمش يديروا تمريرات باريحيه، وايضا المنتخب ديال باراغواي شفنا اليوم على انه كيعتمد على الكرات، يعني هجمات المرتده بواحد الطريقه سريعه جدا. واليوم يمكن لي نقول على ان الجمهور المغربي طمأن على مستوى الحارس بونو. الحارس بونو يعني كان تحوله العديد من الشكوك بحكم البدايه المتعثره لاشبيليه في الدوري الاسباني نتيجه خروج العديد من اللاعبين، يعني المدافعين كاللاعب كوندي اللي خروج ديالو من اشبيليه اللي مشى للبارسا اثر على الدفاع ديال اشبيليه. وشحال من واحد بدات يقول على ان بونو ما يستحقش على انه يكون الحارس الاول للمنتخب الوطني المغربي. اليوم بونو رد داخل أرضية الملعب، يعني بونو يثبت على أنه الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي. التصديات ديالو، العرضيات، الطريقة والتوقيت اللي كيخرج فيه، كيلعب أيضا ليبيرو في العديد من المرات وكيخرج وكيقطع كرات. الحارس بونو صراحة قيمة مضافة في المنتخب الوطني المغربي، وكيف ما قال وليد الركراكي الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي. شيء آخر يمكننا نهضروا عليه في لقاء اليوم، لاعب حارث اللي بدا كرسمي، انا شخصيا تنظر على ان حارث غيقدم اضافه للمنتخب الوطني المغربي لما يكون احتياطي. رسمي صراحه اليوم تقريبا ما شفناهش، وشفنا في اللقاء السابق حارث لما دخل احتياطي قدم مستوى كبير، دار الفارق واعطى اسيست. اليوم ايضا الحلقه المفقوده في وسط الميدان اللاعب املاح. لاعب املاح صراحه الدور الكبير اللي كيقدموه في المنتخب الوطني المغربي دور كبير في قطع الكرات، في الضغط العالي، في بناء الهجمات، في التسديدات من خارج منطقة الجزاء، كيرجع أيضا ويدير المساندة للدفاع، وأيضا كيقدم المساندة الهجومية. يمكن لي نقول على أن أملاح قدم أوراق اعتماده في اللقاء الأول، وتنظن إلا كمل بنفس المستوى مع الفريق ديالو غادي يكون رسمي في المونديال. أنا شخصيا تنفضل على أن اللاعب حارث يدخل في الشوط الثاني يعطينا إضافة، يعني وصراحة يعني حارث اليوم في الشوط الأول كان من أسوأ اللاعبين، ما شفناش اليوم ما قدمش إضافة خصوصا فيما يخص صناعة اللعب، وأيضا يعني ما كانش ذاك العملية ديال الضغط العالي وافتكاك الكرة. الشيء اللي يمكن لي نقول على أن لغاية الآن مازال عندنا مشكل فيه رأس الحربة. اللقاء الأول نصيري ما قنعش، يعني المستوى اللي قدمه ما قنعش الجمهور المغربي، وايضا في اليوم تقريبا رايان ماي بالرغم من انه ما وصلوش كرات كثيره ولكن ما قنعناش كمهاجم. وكنا كنعرفوا المركز ديال راس حربه مركز حساس، لما كيكون عندك راس حربه اول شيء كيدير عمليه الضغط العالي، كيترجم انصاف الفرص لاهداف. لهذا تنتمنى على ان وليد الركراكي يعيد اختياراته فيما يخص هذا المركز. خصنا مهاجم قناص نمشيو به لكاس العالم، وانا ما تنقولش دابا، يعني دابا المدرب ديال المنتخب المغربي خصو يكون عادل في الاختيارات ديالو. انا شخصيا التصريح اللي قال
على النصيري ما عجبنيش، يعني الا ماركا ولا ما ماركاش غيمشي للمونديال. لا ما تقولش هكا، خلي على الاقل يتقاتل، خلي على الاقل يحسن المستوى ديالو. ما كاينش شي لاعب ضامن الرسميه ديالو في المونديال. وايضا لما تقول على ان النصيري ضامن بلاصتو في المونديال، هذه المساله يمكن تاثر على اللاعبين صحابه. يعني تنظر على ان هذا التصريح غير موفق من وليد الركراكي، خصو يشوف هذا الشهر هذا اللاعبين المستوى ديالهم النجاعه الهجوميه، لان عندنا مشكل في المركز ديال راس حربه. وشفنا في كاس العالم اللي داز كنا كنوصلوا للمرمى ولكن ما كنترجموش انصاف الفرص لاهداف، ودائما المنتخبات اللي كتمشي بعيد المونديال هي اللي كتسجل اهداف. هذه المساله عندها واحد الاهميه كبيره. يمكن لي نقول على ان جوج لقاءات اللي لعبناهم في هذه الفتره الاعداديه خرجنا بهم من العديد من الاشياء الايجابيه. طمأنينا على المستوى ديال الحارس بونو، وايضا دفاع المنتخب الوطني المغربي يمكن لي نقول على انه بنسبه كبيره دفاع صلب. لاعب اشرف داري هضرت عليه في الحلقه السابقه وغنهضر عليه ايضا في اليوم، قدم لقاء في المستوى. اي واحد تيشوف اشرف داري في المنتخب غادي يقول على ان هذا اللاعب لعب 30 ولا 40 مباراه يعني مع المنتخب المغربي، كيوقف مزيان، عمليه البناء، استخلاص الكره، لاعب غير متهور داخل رقعه الملعب، وكيقدم لنا ايضا الاضافه الهجوميه. اشرف داري الا كمل بنفس المستوى رفقته بريس الفرنسي، الا تقف راسه ورجليه بقات في الارض وخدم، تنظر على انه غيكون ربح للمنتخب الوطني المغربي وغنستافدوا منه لسنوات كثيره. لاعب حكيم زياش تنظر على انه في لقاء اليوم المستوى ديالو تحسن مقارنه مع اللقاء السابق، شفنا على انه كيجتهد داخل ارضيه الملعب، العرضيات، الضغط العالي ايضا اللي تيديرو. صراحه زياش دائما تبقى ربح للمنتخب الوطني المغربي، مجرد تواجد ديالو داخل رقعه الملعب كيقدم لنا الاضافه. الشوط الثاني لاحظنا على ان الركراكي دار العديد من التغييرات، يعني دخول اللاعب الصابري اللي تنظن على انه الربح الاكبر في هذا المعسكر هذا. كنا يعني اكتشفنا لاعب من قيمه الصابري، لاعب كبير غيقدم اضافه كبيره للمنتخب الوطني المغربي، لاعب مجتهد داخل رقعه الملعب، وايضا الشيء اللي كيمتاز به هذا اللاعب التسديدات من خارج منطقه الجزاء. شفنا الهدف اللي سجلوه في اللقاء السابق ضد منتخب الشيلي، واليوم كان قريب ايضا على انه يسجل هدف، والحلول يعني التسديدات من خارج منطقه الجزاء كتبقى ايضا حلول. في مثل اللقاءات اللي كتكون مسدوده كتلعب ضد فريق منظم بحال اليوم باراغواي، ما خلاناش نتنفسوا، كان بامكاننا نسجلوا في العديد من المرات ولكن كانت تنقصنا اللمسه الاخيره. في مثل هذه اللقاءات خصك تزعم وخصك تسدد من خارج منطقه الجزاء. عموما كيف ما قلت المنتخب الوطني المغربي جوج اللقاءات استفدنا منهم العديد من الاشياء. وليد الركراكي مازال ينتظره عمل كبير مع المنتخب الوطني المغربي، خصنا رجلينا تبقى في الارض، مازال ما حققنا حتى شي حاجه، وخصنا ايضا نصحوا الاخطاء ديالنا استعدادا لما هو قادم. خليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات فيما يخص لقاء اليوم، واش تظنوا على ان ظهرت العديد من المؤشرات الايجابيه وقادين بهذه المجموعه على اننا ان شاء الله نمشيو للمونديال ونحققوا نتائج ايجابيه. الى عجبتكم الحلقه دعمونا بلايك واشتركوا في القناه باش دائما يوصلكم جديد اول باول. كان معكم رضا من قناه كره فان، السلام عليكم.